السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو هذا اللي ان شاء الله بحول الله غادي نهضروا على موضوع جميل جدا واللي غادي يهمكم كاملين الناس المتابعين في هذا الفيديو هذا. بلاتي نقلبوا الكاميرا شي شوية. مهم خوتي اخواتاتي، كما تعرفون الناس ولاو تيربحوا فلوس من الانترنت، ولاو كلشي تيربح فلوس من الانترنت. كاينين اللي خدام غير في الانترنت، ما تيمشيش يهز لا خنشه ديال الزرع ولا خنشه ديال السيما ولا يضرب باله ولا يهز فاس. الناس كاينين الناس اللي تيربحوا فلوس وساكتين، كاينين الناس اللي ما تيبغيوش يقولوا تيحتكروا داك الميدان، ولكن انا ان شاء الله بحول الله غادي نفضح هذا الميدان هذا. كاينين الناس اللي تيربحوا فلوس، كاينين الناس اللي تيسولوا واش الناس يربحوا الفلوس. هادو هما جوج الناس، جوج الانواع ديال الناس اللي كاينين دابا حاليا. كاين الناس اللي يلاه دابا حنا وصلنا ل 2017 ومازال ما تيتيقش بان الناس تيربحوا اكثر من بنكيران من اليوتيوب. على سبيل المثال كاينين الناس كما تعرفوا في هنايا في امريكا، كاينين الناس اللي تيربحوا اكثر من 12 مليون في الشهر غير من اليوتيوب وغير من المواقع الالكترونيه. ان شاء الله بحول الله انا جيت باش نعاون خوتي المغاربه ولا خوتي الجزائريين على حساب فين تشوف هذا الفيديو هذا. كما تشوفوا كاينين الناس اللي ما تيقدروش يبانوا في الكاميرا، تيقدروا تيحشموا يبانوا في الكاميرا. كاين الناس اللي ما عندهمش مواضيع، فاش ما عندوش شي فكره على شي موضوع يهضر فيه على كاميرا واخا تكون عنده كاميرا. كاينين الناس اللي ما عندهمش الوقت باش يديروا فيديو بحال هكايا ويبقى يهضروا على الكاميرا ويناقشوا موضوع. على سبيل المثال كاينين بزاف الناس مهم ما تيقدروش يديروا حتى شي فيديو. انا جيتكم اليوم ان شاء الله بحول الله، انا عندي اكثر من 140 فيديو كما تعرفوني انا سرايس فلوكس، كندير فلوغات. اليوم جيتكم باش نعطيكم الفيديوهات ديالي، 140 فيديو غادي نعطيها لكم في سبيل الله. غادي نعطيكم فيديو تبرعوا فيهم، غادي نحيد منهم حقوق الملكيه. خد اي فيديو شفتيه فيه تنعطي نصائح ولا غادي يستافدوا منه الناس ولا قلت شي معلومه اللي هي زواونه، خد تيليشارجي الفيديو ديالك وحطو في لاشين ديالك. هادشي كامل عطيتكم 140 فيديو غادي باش تستافدوا منها، وانا حتى انا غادي نستافد منها بواحد النسبه قليله. شنو تقدروا ديروا باش نستافد انا؟ غادي تيليشارجيو الفيديوهات. الناس اللي باغيين يخدموا في الانترنت غادي تصايبوا القناه ديالكم اللي هي اي قناه ما عدا بالاسم ديالي. ما ديروش قناه جديده بالاسم ديالي ناصر عايز فلوكس. كتب محمد فلوكس ولا كتب ياسين فلوكس ولا كتب اخبار اليوم ولا كتب مصدر الغد ولا كتب اي حاجه، اي اسم للقناه ديالك. غادي تشد الفيديوهات ديالي غادي تيليشارجيهم بالطريقه السهله كما تشوفوا على سبيل هذا المثال هذا. ما تحتاج حتى شي بروغرام ولا شي لوجيسيال باش تيليشارجي فيديو من اليوتيوب. تتكليكي حدا اليوتيوب، من اليوتيوب تتكليكي تزيد اس 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 وتدير اونتري تيخرج لك هذه الخانه هذه. تتكليكي على داونلود ولا تيليشارجي على حسب اللغه انت اللي تستعمل في الكمبيوتر ديالك. من تتيليشارجي هذا الفيديو تديرو في القناه اللي هي مختص اللي هي في الملك ديالك. تجي العنوان، ما تديرش العنوان اللي انا حيت انا تنهضر بالضمير انا. بحال قلت لكم في العنوان ذهبت الى كولورادو، ذهبت الى دانفر، انتم ما ديروش هذا العنوان. غادي ديروا عنوان اللي تقدروا تجيبوا مشاهدات اكثر من المشاهدات اللي انا كنجيب. على سبيل المثال غادي ديروا شاهد مغربي في يتجول في الولايات المتحده الامريكيه، ولا شاهد مغربي في ولايه دانفر، شاهد معلومات شيقه من مغربي قاطن بالولايات المتحده الامريكيه. ديروا اي عنوان اللي غادي تقدروا تجيبوا الناس اكثر من اللي تنجيب انايا، حيت من تستعمل الضمير الجمع ولا الضمير الغائب غادي تجيبوا مشاهدات اكثر من انا اللي تنستعمل الضمير انا. على سبيل المثال رحلتي الى كذا. من تيليشارجيو هذا الفيديو كما قلت لكم وتديروا العنوان، عفوا تديروا العنوان اللي عجبكم. على من تديروا العنوان كما تشوفوا في هذه الخانه هذه، بقى ندير لكم هذا الشيء باش تفهموا اكثر. دير العنوان اللي بغيتي، من تسالي العنوان دير لي خدمه صغيره، كتب هاشتاغ ولا الهاشتاغ كما تشوفوا ناصر ايس فلوكس. هادشي كي بحال تدير اشهار للشانيل ديالي وانت تتربح فلوس اللي كنتايا. تدير هاشتاغ ناصر ايس فلوكس وكمل العنوان اللي بغيتي. الخدمه الثانيه اللي تقدروا ديروا لي اخوتي اخواتاتي هي غادي تشدوا اللين اللي غادي تلقاو الشانيل ديالي، اللين ديال الشانيل ديالي غتحطوه في الديسكريبشن لينك. ديسكريبشن لينك هو خانه ديال الوصف في الصندوق الوصف اللي تيكون لتحت.
تتكليكو على داك السام وتديرو اللين ديال الشانيل ديالي، وكتب العنوان، كتب عاوتاني الوصف ديال الفيديو كما تشاء، كتب الروابط ديالك ديال الفيسبوك ولا ديال المواقع ديالك، كتب اي حاجه غير هي كتب القناه الرئيسيه ناصر عايز بلوكس وديروا اللين ديالها. هكذا غادي نقول لكم انه هكذا وريتكم كيفاش تربحوا، كيفاش تيليشارجيو وكيفاش تربحوا فلوس من الانترنت. على سبيل المثال انا كنستهدف الناس اللي قل من نهضر مع الناس اللي قل من 18 عام اللي تيتفرجوا فيا واللي هما من العائله ديالي، اللي هما مازال ما عندهمش لا كارت ناسيونال. غيجي فيديو ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم كيفاش تربطوا البارتنرشيب اللي هي نيتورك، اللي هي واحد الوسيله اللي تقدروا هي تتصيفط لكم فلوس على بهذا سميتو بهذا الكلمات، هي تتصيفط لكم الفلوس للباي بال ديالكم. الناس اللي فوق 18 عام غادي يكون عندكم، تكون عندكم لاكارت ناسيونال، غادي تفتحوا حساب ادسنس اللي هو معروف 100% وموثوق به، وهي شركه جوجل ادسنس. غادي تفتحوا حساب جوجل ادسنس، غادي تسلموا الاموال ديالكم من البنك الشعبي والبنك التجاري، وفا بنك ولا بي ام سي بنك ولا اي بنك اللي عندكم اللي انت عندك اللي بغيتي نتايا، وغادي توصل بالاموال اللي تتربح من الفيديوهات ديالي، غادي تبقى توصل بها نتايا في البنك ديالك. كاينين هادشي اللي كاين في هاد الطرق هادو، غير خوتي ما تنساوش ما ديروش الهاشتاغ في العنوان، وديروا اللين ديال القناه ديالي في الديسكريبشن لينك، وان شاء الله بحول الله غادي نوريكم دابا كيفاش تقدروا شحال تقدروا تربحوا من الاموال، وتقدروا تربحوا اكثر من هذه الاموال هذه. على سبيل المثال خوتي تشوفوا في هذا الفيديو هذا، كاين الفيديو ديال 3 دولار، كاين الفيديو ديال 4 دولار، كاين الفيديو ديال 5 دولار، كاين الفيديو ديال حتى 12 دولار على سبيل المثال، على حسب المشاهدات اللي حققت انايا. نتايا غادي دير العنوان اللي بغيتي نتايا، والعنوان اللي تتفكر فيه بالله غادي يجيب لك مشاهدات كثيره جدا، غادي دير هذاك العنوان هذاك، وغادي تحقق اكثر من هذه المبالغ الماليه اللي انا حققت في هذه الفيديوهات، اللي 3 دولار 2 دولار 5 دولار لا تعني شيئا. انت تقدر تحقق حتى 100 دولار الا كان الفيديو تشاف لك على سبيل المثال شافوه شي 200000 ولا 300000، على حسب العنوان اللي درتي باش يجيب لك الناس، شي عنوان يكون اتراكتيف، يكون شويه تيجر الناس باش يشوفوا الفيديو. ديروا شي تامبنيلز هي هذيك الصوره اللي تتبان لكم في الفيديو الاول، ديروا شي تامبنيلز تكون اتراكتيف حتى هي، تكون تقدر تجر لكم الناس يشوفوا لكم الفيديو ديالكم. هادشي اللي نقدر اخوتي خواتاتي، هادشي اللي نقدر نقول لكم في هذا الموضوع هذا. نتمنى تكونوا تستافدوا من هذا الموضوع هذا، اذا كانوا عندكم شي اسئله طرحوها عليا في لي كومونتير. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السعاده، نتمنى لكم تربحوا شي شويه الفلوس نتوما وتحققوا داكشي اللي بغيتوا. تقدروا تشريوا نهار توصلوا بالاموال ديالكم، تقدروا تشريوا من امازون، تقدروا تشريوا من اي بي، تقدروا تشريوا من اي من الموقع الالكتروني. الا ما بغيتيش تشري تقدر تخبي فلوسك في الباي بال وتجبدها فلوس، تقدر تعاون بها شي واحد ولا تصدقها ولا اللي بغيتي. مهم على حساب المثال انا هادشي درتو على قبلكم، عطيتكم بحال عطيتكم 80%، انتم غادي تعطوني غير 20% اللي هي غادي ديروا السميه ديالي في العنوان، وغادي ديروا الاسم ديال القناه ديالي ليان الموقع ديال القناه ديالي تكتبوه في الديسكريبشن لينك. تهلاو ليا فراسكم، واللي كانت عندكم شي اسئله كما قلت خليوها ليا في التحت وغادي نجاوب عليها باسرع وقت ممكن. بيس ليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.